حنا البدو يا طالب العلم حنا، حنا البدو يا طالب العلم حنا، يا ناشد عنا مشارق ذيبان، يا ناشد عنا مشارق ذيبان، مشارق ذيبان بعرى عرس كنا، مشارق ذيبان بعرى عرس كنا، نشيل من روض ونسكن برضان، نشيل من روض ونسكن برضان. هذا الفيديو ما إن انتشر عبر مواقع التواصل حتى أصبح الذيبان محط أنظار الزوار والسياح. الصخرة معروفة باسم عرعر، وهي جمع لكلمة عرعرة وتعني أعلى الشيء، تقع شرقي لواء ذيبان في محافظة مادبة وتطل على سد الموجب. الصخرة الطائرة في الهواء ترتفع عن الأرض ما يقارب 3 أمتار وطولها 2.5 متر، أما عرضها عند القاعدة فلا يتجاوز 3 أمتار. تصوير شباب المنطقة والترويج لها عبر المنصات حولها إلى مقصد سياحي وحديث للإعلام، والذي بدأ بقياس طولها وعرضها وارتفاعها وأهميتها التاريخية. كل ذلك كان قبل أن يستيقظ الأردنيون على تكسير جزء من الصخرة وإحراق كاوشوك فوقها، دون معرفة الفاعل أو الأسباب التي يمكن أن تدفع شخصا لتخريب هذا المعلم الطبيعي. وكان المشهد كما ترون على الشاشة. الصورة التي شهدت تخريباً من مجهولين أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل محلياً الذين كانوا يتناقلون صوراً لإظهار جمال المطل. فؤاد عود علق: أنا نفسي أفهم ليش ممكن إنسان يتخذ قرار أنه يدمر إشي من الطبيعة حتى بدون فائدة، هاي التعليقات لازم يتم التعامل معها. وحساب قال: إيش هاللؤم وحب الأذى، في ما في أي انتماء لهالبلد، حزين عليك يا وطني. أما محمد العنزي فقال: إن المسؤولية الوطنية مفترضة لدى جميع المواطنين، ولكن هذه مسؤولية الدولة في الحفاظ على أماكنها السياحية والأثرية وحمايتها من العابثين، فالناس لا يحملون ذات الوعي والمسؤولية، فيهم الجاهل والحاقد وغير المنتبه. مديرية الأمن العام فتحت تحقيقاً وشكلت فريقاً خاصاً للتحقيق في الحادثة بعد ورود بلاغ لمديرية شرطة مادبة بقيام أشخاص مجهولين بالاعتداء عليها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.